مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم هذه الحلقة. بينا أحبائي في مصر والعالم كله، تحياتي من قناة الصوت الصارخ، معكم دكتور وليد رؤوف. ندافع عن كل إنسان مظلوم، مؤمنا كان أو ملحدا. الخط الفاصل في كل قضايانا التي نتناولها هو الحق. نأخذ قدوتنا في الثورة على الظلم والطغيان من السائر الأول والأعظم، وهو القديس يوحنا المعمدان، أعظم مواليد النساء. مبرئ المذنب والمذنب البريء، كلاهما مكرهة الرب. من فضلكم نطلب دعمكم بالمشاركة بالقناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعاية الله. دكتور وليد رؤوف. القس اللي يعرف الحقيقة، قس أنجلوس وكيل المطرانية اللي عارف الحقيقة وكان عايز يقولها، هربوه بره أمريكا وحاطينه تحت الحراسة عشان ما يقولش الحقيقة. وتقول لي أثق بهذا النظام؟ أثق بهذا النظام إزاي؟ وأنا مش شايف من هذا النظام غير قتل وتدمير واغتصاب حقوق. الأستاذ نجيب ساويرس الحقيقة طالع بتويتر، يعني هو قال حاجة عجبتني بصراحة. قال لك عن حريق كنيسة إمبابة: لن نقبل العزاء قبل معرفة الفاعل. أنا بأشكر أستاذ نجيب ساويرس على الكلمة اللي قالها دي. أهو نجيب ساويرس عن حريق كنيسة إمبابة: لن نقبل العزاء قبل معرفة الفاعل. ده يدل على أن الأستاذ نجيب ساويرس حس زي ما أنا حسيت أن في حاجة مش مظبوطة، حس زي ما انا حسيت ان في حاجه مش مظبوطه. طيب يا استاذ نجيب ساويرس، انا بشكرك على هذا التصريح، ولكن اليس من الواجب وقفه اكثر حسم مع هذا النظام؟ مات لنا 41 و55 مصاب، وبنات واعراض بتتخطف. اليس لابد من وقفه مع هذا النظام، وقفه دوليه؟ اعتقد يا أستاذ نجيب ساويرس إنك لو أردت أن يتصعد هذا الموضوع إلى أقصى المنصات الدولية، ستجد هناك من الأقباط من يقف معك في هذه القضية، لأن الموضوع زاد. كنايس بتتحرق بتتفجر، بنات بتتخطف، أراضي أديرة بيتم السيطرة عليها، عدم مساواة في الوظائف وفي الحقوق داخل مصر. أعتقد يا أستاذ نجيب ساويرس مطلوب منك وقفة أقوى من هذه، ومطلوب منك تحرك أكتر من هذا. وأعتقد العالم كله، المشكلة الأخيرة بتاعت الكنيسة اتذاعت في الإذاعة الألمانية والتلفزيون الألماني وكل إذاعات أوروبا، كل إذاعات أوروبا. أعتقد موضوع ده زي ده يا أستاذ نجيب محتاج تحرك أكتر فعلياً.